بالاكل ما في مجامله، الله يرحمه معلمي هيك علمني. أيوة. ابني هي هيك امرك عمو، فهمت علي هيك؟ فالاكل ما بصير جامل، مي طيبه مي طيبه، مي كويسه مي كويسه. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم. إن شاء الله كل عامكم بخير. خير يلا منيح هون دفا. ايه دفا ايه. برا برد. الله يعطيك العافية. من زمان انت معهم؟ ايه من أول رمضان. من أول رمضان. ايه بجي بطبخ لهم وبضل معهم وبخلص بعدين بروح بعد الإفطار. كتر خيرك. خير الله. ايه يعني العدد بده الواحد يلحق لهم. ايه خادمين جاهزين. خادمين جاهزين من الحرب. اجتمعوا العوائل كلها يعني. العوائل وأولادهم ايه. ايوه ايه نعم ايه. بيطلبوا على كيفهم ولا انتم بتقرروا؟ لا نحن بنطبخ رز ولحم او رز ودجاج. أيوة. شوربه عدس بشكل دائم وعيران وسلطه، ان شاء الله بيسر بننزل ان شاء الله تعالى. شيف حلبي حضرتك؟ نعم من زمان. اي من زمان. اي صار لي شيء 25 سنه بالمصلحه. منين تعلمتها؟ تعلمتها من حلب. أيه. كان شيخ الكار حواليك؟ شيخ الكار والله الله يرحمه توفى معلمي اسمه محمد السوداء ابو حسن. أه. وبعدين تعلمت المصلحه وطلعت على السعوديه اشتغلت بالمدينه المنوره 8 سنوات، بعدين نزلت على تركيا اشتغلت هوني بحلب في محلات مشهوره بقصه انه الراس والقشه وال ايه. يعني هيك ايه بالسليمانيه. ايوه السليمانيه. ايه. بحلب تروح لهنيك مشان نعم ايه في ايه ايه تختلف عن المحافظات الثانيه. ايه بحلب بيساووها. ايه بختلف. ايه شو في لهم يعني بنوعوا فيها اكثر يعني هيك المي بتنشرب بنظافه اكثر وبسوا اكثر هيك يعني وبياكلوا الراس بيعضموا يعني هيك بكل محافظه في شو اسمه يعني انه هاي المصارين هاي اللي بيقولوا مثلا بالدير بيقولوا كميات. نعم. هاي ما بعرف ايش هاي. نعم. باجرة هاي ما بعرف شو. نعم. شو اسمها بحلب؟ حلب اسمها ابيوات. لو ابيوات بيوات. بالشام بتقولها سجقات. السجقات اي نحن بنقول ابيوات. الراس راس والمقادم مقادم والحفتي حفتي بس هيك يعني. في منهم يقول لك عجل بقر كذا غنم. خروف اطيب شيء. خروف اي خروف اطيب شيء. نعم اي بس في منهم بيسووها في بتصير عجل بس هي الاطيب والاسكى خروف. نعم صحيح. في ناس بتشتريها هذول المصارين بتساوي منهم خيطان وتساوي منهم. نعم اي ايوه بصير منهم بيسووا سجق وصاصيتشو. ايوه اي شو صاصيتشو؟ بحشوا قلبه لحمه. اها اي مثل كباب ديروب تبلوه وبعدين بسوي هيك اصابيع اصابيع بعدين بقول له تقلي. مزبوط بيطلع هيك مقمر و... بالضبط ايوه بقول له السمن العربي او السمن حيواني. شيء مكلف صار. ايه آه. نعم ايه الشيء طيب يعني. ايه غير شكل. ايه معروف حلب باكلاته. صح. والشام بمياته. ايوه معروف يعني بالنسبه للاكل. يعني والخبره ولا الواحد يقول. طبعا الخبره والنفس اهم شيء. هلا بيقولوا انه الارمن وقت اللي دخلوا حلب اضافوا شيء. نعم. يعني كمان يعني ايه في اكلات هيك وهيك. ايه أكلة اسمها أرمون بلبن. أيوة. هي أكلة أرمنية. أيوة. صح أي في شغلات وقت اللي إجوا نعم بالفعل ضافوها. أيوة. نعم أيوة. وطريقة يعني كمان عندهم طريقة أيوة. بالشوي وبالقلي بالضبط أي أيوة. ونحن كمان أخذنا أكلات يعني كتير كمان أخذنا من تركيا. اليبرة واليلانجي وفي كتير شغلات كمان داود باشا هدول كمان أساسها تركي هدول. أيوة أساسهم تركيات. نعم أي أيوة. بس الطعمة بتختلف. الطعمة كل شيء له. أيوة بالضبط أيوة يستمتمك. الله يعطيك العافية. الله يكرمك. يعني أنت شاطر بكل القصص. ايه؟ مو بس باللي عم نشوفه هون. لا أنا شيف. أيوة. شيف شرقي غربي. معناته موسوعة. إيش بدك جايز؟ إيه كل شيء إن شاء الله تعالى. الله يسلمك. هلا هون بإسطنبول. نعم. فينا نقول. نعم. أو بعنتاب. نعم. أو نعم. الأكثر شيء المطاعم والشيفية وكذا من نعم. حلب ما. إيه. أه. إيه حلبية والشوام. هلا بيقولوا يعني إخواننا الكراد. نعم. يعني بسوريا اذا نعم. بدك حدا يشتغل كبه بدك واحد كردي مزبوطه هاي ايه في هيك شيء ايه بس بالنسبه للكبه يعني. ايه بالنسبه للكبه الخلطه او النفس بده يكون حلبي ايه. بس الشغل الكراد سريعين فيها ايوه ايه بس الكبه مشهوره هلا الكباب يعني حلب كباب ابو محاشيه حلب اما هو يعني ايه. عنده السرعه ايه السرعه بالضبط ايه لاني بشتغل مطاعم فبطلعوا كم كبير فعندهم سرعة مشهورين الكراد بهذا المجال ومجال السلطات. مرة بصنفة بصنفة نعم. نعم نعم نعم. صاحب المطعم شو قال؟ نعم. هو مطعم التنور. نعم. شو قال؟ قال بتعرفوا قديش اليوم ساوى محمد كم قرص كبة كم كذا؟ 500؟
هيك إنه نحن 500 نعم. 600 نعم اللي 3500 ما شاء الله لأنه المطعم بيسعله 2000 شوية ولا مقلية؟ لا مقلي مقلي إيه طرابلسية هي بقولوا لك أيوة أي كبة طرابلسية هيك صغار يعني إيه اسمها طرابلسية هي صح قديش هذا اللي يحضر مثلا قبل قديش بده يشتغل بده تقريبا تحضير شي 3 ساعات بس يعجن البرغل ويجهز الحشوة لبين ما تبرد وبعدين يبلش فيه بلحقوا انتاج راسي مزبوطة بيحكي يعني بلحقوا معه 3-3500 بلحقوا معه زباين واللي بيجوا على صنفه كله المعظم الحلبيه يعني لذلك كل واحد نعم. بده على مرائه بالضبط بيشتغل اول بزيد بحطوهم بالفريزر بشمعوها نص تشميعه وبحطوها بالفريزر ما وصل لشيء علم اي نعم علم الانسان ما انت نقلت القصه لاولادك كذا لا اولادي عم يشتغلوا عند حلويات زيتوني غير اختصاص اي غير اختصاص اي لاني وقت طويل وكذا فمرت يدخلوا بهذا المجال فهمت علي لاني وقت طويل بس انا يعني حبيت على المصلحه وعشق تعشق اي يعني والله اللي ما بيحب هاي المصلحه صعب انه يضايل بالمطبخ احيانا بيقعد 10 ساعات صار لي 25 سنه فيها اي حبيتها واللي علمني حببني فيها لاني كان الله يرحمه انسان جدا طيب ورائع ونفسه طيب انا سمعت سمعه انه في مثلا شيف بالشام نعم ان كان بالشيراتون ولا بمرديال ولا نعم. نعم. بالثمانينات نعم راتبه 50,000 صح صح سيدي يعني 50,000 بثمانينات نعم مزبوط في هون شي فيه في تركيا عم يقبضوا بالدولار يعني ممكن هلا الرقم مثلا الوسطي انه الشيف يعني الشيف مثال بقول لك في تركيا في شي فيه عم يقبضوا 50,000 صدقني واكثر 50,000 تركي نعم طبعا ايه اكثر يعني في انا بعرف شخص يعني عم ياخذ 3,000 دولار بالشهر والشيف عمليا انه هو بيشرف ايه يعني كل شيء يعني في شيء قدامه عم يتحضر وكذا بالضبط هو عمليا اشرافه بس انه يدوق وبيعرف انه هي ظابطه ويتبل هلا الشيف الشيف وصل لمرحله انه الشيف ما بصير يشتغل بيجي بينزل على المطبخ بيحضر بيتبل بعير مشان جنبك جيت لعنا اكلت مثال اليوم كبه بلبنيه بدك تجي بعد جمعه بدك تغير طعمه طول ما الشيف عمال بتبل ايه ما جيت بعد جمعه بعد جمعتين بعد سنه بعد سنتين بتضل تبلي هي نفسها نفس واحد ليش لان الشيف عم تبل ما صح حدا يتبل غيره فهمت علي فلذلك بضل النفس واحد هو سر نجاح يعني المطبخ بيقولوا احيانا انه هي سر اي طبعا يعني الشيف عنده اياها يعني صح بالضبط سيدي يعني قديش يقدر هي بالضبط سر والممارسة كمان تكرار بتعلم الشطار تمام هاي شغلة الثانية في شيء اسمه نفس ونفس من الله هاي لا معلمية ولا شهادات مزبوط. فهمت علي فبدا يكون عنده نفس إذا ما كان في عنده نفس شغلة فاضية والله الله يعين مرتك أنت إنه أنت تشتغل شغلة مرتك بتقول لها ليش هاي وليش هاي وليش بالضبط بالضبط صح مزبوط كتير بتشقق بالمطبخ بس بتجاملة يعني بتقول لها إنه أحيانا إذا في شغلة إنه الوقت ما لحق أحكي الصدق الصدق ما بجاملة وبتزعل مني كتير بالله. اي والله لاني الاكل ما فيه مجامله ليش اني عندي اكل لا بدي اكل شيء طيب او بلا بقول له انه هي مي طيبه مشان مرتي تجي تطلع معها احسن انا ما بجامل بكل شيء بجامل الشيف بس الاكل لا اذا الشيف بيقول اكله انه مو طيبه كتير نعم. مثلا كذا هي بتكون لنا بالنسبه لنا بنشوفها يعني شغله كبيره بالضبط اي بس يعني انه بس انا لازم تعجبني ليش انا عجبت بس عجبتني بتعجب العالم يعني انا جيت لهوني عم بشتغل مع استاذ سليمان قلت له شلون بتحب اشتغل قال لي كرت اخضر شلون بتحب تاكل اكله في بيتك مثل ما بتاكلها في بيتك انت ومرتك واولادك لازم ياكلوها هدول هوني قلت له امرك ابو ايش ابو محمد ابو محمد انا توقعت والله ابو محمد انا رسلني حلب كله ابو محمد وابو عبده وابو احمد ابو محمد يعني انه وقت اللي بتعمل هيك مثلا ملاحظه او شيء نعم. اما محمد بتسمعها بتاخذها ايه ما وبتطبق ايه طبعا بالضبط ايه لاني قلت لك عم تقول لي انه اوقات جامل لا غلط اجامل ايه. بالاكل ما بصير ليش عشان مرتي جاي تطلع معها احسن واطيب كذا يعني لا لا انه نسيت انشغلت ما انتبهت ما لا كذا لا لا تقول لي اوقات كذا بس بقول لها ماصي لازم تنتبهي مره ثانيه فهمت علي؟ اي بالاكل ما في مجامله الله يرحمه مع امي هيك علمني ايوه ابني هي هيك امرك عمو فهمت علي؟ هيك مصح. فالاكل ما بصير تجامل مي طيبه مي طيبه مي كويسه مي كويسه اهلا وسهلا فيك وكل عام وانت بخير الله يكرمك تجلس اهلا بك على راسي والله الله يسلمك سلامه جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم